حياكم الله. بعد الخسارة أمام موريتانيا والخروج المبكر للمرة الثانية على التوالي من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في عهد جمال بلماضي، يبدو من السهل على كل واحد فينا أن يقول ما يريد بعد هذا الإخفاق. يتهكم على المدرب، على اللاعبين، ينتقد، يقترح، يتنرفز، يحلل، وهذا شيء طبيعي وعادي جدا ومن حقه الجمهور كما الإعلاميين والمحللين، لأنه غالبيتهم تحركهم مشاعرهم وعواطفهم. ولكن من الصعب جدا بالموازاة مع ذلك أو بالمقابل إيجاد الكلمات اللازمة التي لازمة والحكيمة والعاقلة التي تبعث الأمل مجددا وتجعلنا نفكر في المستقبل وكيف نتعامل وكيف نستفيد من تجارب الماضي. الشيء اللي قريته وسمعته وشفته منذ البارحة إلى اليوم هو أنه الكثير من الناس انتقدت جمال بلماضي، وهذا شيء طبيعي. انتقدته على إخفاقات الثلاث مثلما رفعته إلى السماء بمناسبة تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر. وكثير من الناس انتقدوا الكثير من اللاعبين، خاصة القدامى الذين في نظرهم لم يكونوا في المستوى أو لم يبذلوا الجهد اللازم. التركيز كان على المدرب وكان على اللاعبين وشوية على رؤساء الاتحادات السابقين، على هفوات وأخطاء ارتكبوها في التعامل مع جمال بلماضي والتعامل مع المنتخب والتعامل كذلك مع الكرة الجزائرية عموما، لأنه عند الخسارة وعند الهزيمة تتذكر كل المسار، وهذا أيضا شيء طبيعي. أنا ليس من عادتي أن أطلق النار على سيارة الإسعاف، وليس من عادة الجزائريين عموما أن يطلقوا النار على سيارة الإسعاف، ولكن من حقهم أن يقولوا وينتقدوا ويتكلموا لأنهم حرار في ذلك. طبعا عندما تكون هذه الحرية مقرونة بالاحترام والتقدير للأشخاص بالدرجة الأولى بصفتهم أم بشخصهم. ولكن أنا شخصيا أوافق الكثير مما قيل وكتب لحد الآن في أن جمال بلماضي يتحمل مسؤولية. أنا لا أقول جزء ولا كل المسؤولية مثل المرة اللي فاتت، تذكروا من سنة قلت بأنه جمال بلماضي ليس فاشلا ولكنه نجح وفشل. نجح في أو كان له الفضل الكبير في تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019، آنذاك جاء ووجد منتخبا مهدما، صنع منه فريقا ومنتخبا فاز بكأس العالم. بعد ذلك تحمل جزء، قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية في الإخفاق في كان الكامرون، يتحمل جزء من المسؤولية أيضا في الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر، واليوم أيضا يتحمل جزء من المسؤولية أو يتحمل مسؤولية الإخفاق في التأهل في التعادلين والخسارة والخروج في الدور الأول من نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار. اليوم في إجماع عام على أنه جمال بلماضي يتحمل مسؤولية. أنا نزيد عليها ممكن غلطة جمال بلماضي بالإضافة إلى كل ما قيل حتى لا أكرر غلطته، أنه بقي عنيدا في آراءه وفي مواقفه وفي تعامله مع الصحفيين ومع المحللين ومع اللاعبين عنيدا. كان بإمكانه أن يغير، كان بإمكانه أن يعطي نفس جديد للمنتخب مباشرة بعد النكسة الكامرون بين قوسين، ولكنه تمادى أو أصر على خياراته، والدليل أنه وجد نفسه في كأس إفريقيا 2024 يلعب ب15 لاعبا من أصل 26 من اللاعبين الذين فازوا بكأس أمم إفريقيا 2019. معناه أنه لم يعطي نفسا جديدا، حوالي 7 أو 8 لاعبين أساسيين حتى 9 من اللاعبين القدامى الذين لعبوا معه كثيرا، منهم من تقدم في السن، منهم من تراجع مستواه، وبعدين حتى خياراته الفنية التكتيكية أيضا لم تتغير كثيرا. وصلنا صفحة مفتوحة، لم يعد بإمكاننا أن نجدد، لم يعد يعرف كيف يتعامل مع المباريات أثناءها. وبعدين لاحظنا عليه بأن الضغوطات أثرت حتى على خياراته وعلى تصرفاته أثناء المباريات. لا أريد أن أخوض في الجانب الفني كثيرا، ولا أريد كما قلت لكم أن أطلق النار على سيارة الإسعاف، ولكن لأنه اليوم سهل على كل واحد، ولكن الصعوبة أجدها في الحديث عن
المستقبل، ولو أنه كل واحد فينا ممكن عنده فكرة المستقبل سيكون بمدرب جديد، أكيد سيكون من هنا إلى غاية شهر فبراير المقبل، لأنه عندنا موعد دورة دولية في الجزائر في نهاية شهر مارس المقبل، عندنا بعد ذلك تصفيات كأس العالم، عندنا بعد سنة أو سنة ونصف يعني العام الجاي عندنا نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 ثم نهائيات كأس العالم. فالمنتخب أو المؤسسة أو المسؤول يجب أن يتجاوز كل هذا النقاش الموجود اليوم والذي لا بد منه، وهو نقاش صحي وعادي وطبيعي وضروري، الناس حابة تتنفس شيء طبيعي. فالمسؤول يجب أن يفكر في المستقبل، في المدرب أولا، الخيار نتمنى إن شاء الله يكون في المستوى، في الاستراتيجية إن شاء الله تكون استراتيجية أيضا في المستوى مرتبطة بالداخل وبالخارج، كلام طويل ممكن يقال عن هذا الأمر. يجب أن تحدث تغيرات على ما حدث خلال 5 سنوات واللي شفنا فيها مدرب في مواجهة الجميع، مدرب وفرت له كل الإمكانيات، مدرب وصلنا إلى إطلاق عليه تسمية وزير السعادة، اليوم أكيد راح يسموه وزير التعاسة. أنا لا أحبذ التطرف من النقيض إلى النقيض في وصف الأشياء أو تسمية الأشياء، لا وزير سعادة ولا وزير تعاسة، الوزير وزير والمدرب مدرب واللاعب لاعب. ممكن تكون هذه صفات تطلق من قبل جماهير بعفويتها، فقد قد قد نفهمها، ولكن المطلوب من الجميع أن يتجاوز هذا. أنا عارف بأنه أولادنا ممكن تأثروا، وعارف بأن الكثير من الجزائريين في الداخل والخارج، الكثير من أحبتنا كذلك وعشاق المنتخب الجزائري تأثروا، كان أملهم أن المنتخب الجزائري يذهب إلى أكثر ما وصل إليه، ولكن هذه هي الكرة وهذه هي الحياة. ألمنا كان على قدر أملنا، وأملنا تفرض علينا أننا نأخذ الأمور بجدية هذه المرة، ونحاول أن نصحح ما يجب تصحيحه، واللي لازم يروح يروح، واللي لازم يلتحق يلتحق، واللي لازم يجي يجي، وهذه سنة الحياة في الكرة وفي مجالات كثيرة جدا. أنا عارف أنا لم أأتي لكي أواسي، لا حاشا، وبعدين لسنا في 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 مأتم أو في لدرجة أن نواسي بعضنا البعض، لا لا لا، بالرغم من الألم، ولكن هي مباراة في الكرة. وأنا كتبت وقلت بأنه من حسن حظنا أنه خسرنا فقط مباراة في كرة القدم، وأقصينا من كأس أمم أفريقيا، ولم نخسر قيمنا ومبادئنا وحبنا لوطننا، لأنه حتى هذه الانتقادات الموجودة والشحنات اللي موجودة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي هي إيجابية، يعني تنم عن حب كبير للجزائريين لبلدهم أولا ثم لمنتخبهم ثانيا، ورغبتهم أيضا في الفوز ثالثا، وهذه بوادر إيجابية قد لا نجدها في بلدان أخرى وفي شعوب أخرى، نحمد الله عليها، ونحمد الله على أننا لم نخسر مقوماتنا والكثير من ولا أرضنا ولا شرفنا ولا عرضنا ولا أشياء أخرى ممكن خسروها ناس آخرين، لا، رب ضرة نافعة. وأعتقد بأننا سنعود لأنه عندنا المقومات لذلك، الفنية والفردية والجماعية وحتى المادية، وشفنا الظروف التي تم توفيرها للمنتخب الجزائري على مدى 5 أو 6 سنوات وربما أكثر، والمرافق التي تم بنائها لحد الآن والتي تسمح لنا بالعودة إلى الواجهة. غدا يوم آخر يجب أن نواجهه بمزيد من الحذر وبمزيد من العمل، وإن شاء الله اللاعبين ما يتأثروش كثيرا، نتكلم على الجيل اللي طالع بالدرجة الأولى واللي نعول عليه في المستقبل، وعندنا مواهب كثيرة جدا في الجزائر وخارجها، وعندنا مقومات العودة، فقط يجب أن نضع نصب عيوننا الجزائر أولا، بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن تقديس الأزمة، الجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر، أما الأشخاص فيذهبون ويعودون ويرحلون ويأتي آخرون، وهذه سنة الحياة. السلام عليكم.